من بعيد صورتهم تظهر أنهم ممثلون وراقصون احترفوا عملهم منذ سنوات، لكن ما إن تصبح الصورة أقرب تكتشفون أنهم أفراد ذو احتياجات خاصة يؤدون عملا مسرحيا لا غبار عليه في المهرجان الخامس للمواهب الخاصة. أما نحن هون من خلال الفنون الخاصة ما ننبرهن أنهم لا قادرين، واللي عم يعجزهم صبحا وظهرا ومساء ناس غيرهم. المشكلة منا عندهم، هن تنوع اجتماعي ما اختاروا أن يكونوا عندهم إعاقة. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي. بدها تطير، بدها تتسلى، ما عندها رفقة، ما عندها حدا، بدها تتسلى مع مين؟ يوم بدنا نرقص مع بأنيسكو مع الشباب جروب. نشتغل على أنه نقدر ننمي الطاقات الفكرية والجسدية عن الولد، خاصة حركة جسمهم، يعني يقدروا تصير حركة جسمهم فيها تناغم أكتر ويقدروا يستخدموها بالأيام العادية. وفي أشخاص عنا ما بيقدروا يتواصلوا من خلال الكلام، حتى هذا شيء كتير صعب عليهم. في منهم انطوائيين أكتر يمكن يتواصلوا بالكلام بس هني مش مندمجين أكتر بالمجتمع، بينما من خلال الرسم أو من خلال الرقص بيقدروا يعبروا عن كل شيء. ووسط الحضور جلس الأهل فخورين بأولادهم. بنتي سميرة عياش مركز إعداد، شيء كتير حلو الحمد لله أنه شاركت، انبسطت فيها كتير. كنت تتوقع أنه رح تقدر بنهار ترقص؟ لا أكيد لا، بس الحمد لله وصلنا وبيعملوا أكثر من هيك كمان لأنه كتير أذكياء كتير حلوين. في هذا المهرجان ما من رابح وخاسر، فكلهم فازوا بالأهم إثبات جدارتهم.